في بغداد هناك نعرف انه العراق مليء بالمواهب، لكن تحتاج الى انه من يحتضنها. اول مره انه واحد يسلط عليها الضوء ثم احتضان هذه المواهب. احنا بالعراق عندنا الحمد لله هواي نحتضن المواهب. هناك طفله اسمها ازل في بغداد عندها موهبه الرسم، راح نروح نتعرف عليها ونشوف بعض من رسوماتها. أزل شلونك؟ زين الحمد أزل. لله. انت بياصب؟ بالرابع. بالرابع. أزل من اكتشف موهبتك للرسم؟ بابا وعمي علي وماما. زين. انت بمن متأثرة بالرسم؟ بالفنانين؟ فائق حسن. ايه؟ وبيكاسو ودافنشي. أكثر واحد من هو؟ دافنشي. دافنشي. شو رسمتي الدافنشي؟ شنو؟ شو رسمتي؟ رسوم الدافنشي. ما رسم شلون يعني؟ يعني انت متاثره عندك لوحه قلتي لي متاثره بيها، يا لوحه اللي انت متاثره بيها؟ موناليزا. يا هي؟ الموناليزا. زين رسمتيها؟ لا بعد ما ارسمها. كم معرض شاركتي انت ببغداد هنا؟ معارض. شنو المعارض؟ اولا بدار ثقافه الاطفال. اي. وبعد هواي معارض. زين. كم لوحه شاركتي بيها؟ بالتجمع فنان العراق قمنا شاركت بمعرض، ولوحة شاركت بها 3 لوحات. أبو أزل، أول شيء احنا نرحب بيك ونرحب ببنتك الطفلة الموهوبة هي أزل. اريد نعرف من عندك شلون اكتشفت هاي الطفله الموهوبه اللي هي ازل بنتك؟ والله صراحه انا ازل بنتي، فازل قبل تقريبا كانت عمرها 4 سنوات 5 سنوات، كان برنامج طلع بالتلفزيون، برنامج مال رسم، فجيت البيت لقيتها قاعده ترسم، موقفه الصوره وقاعده ترسم، فلاحظت الرسم جايبته ازل تقريبا نصا، فساعدني هذا الشيء بان اجيب لها ادوات مال رسم من فولدا، من اوراق مال رسم، اقلام رصاص، هاي الامور هاي. شلون بدأت تتعلم أزل للرسم؟ أنت اكتشفتها قاعدة ترسم في الشغلات بسيطة، شلون طورتها؟ طورتها شاركت أحد معارض مدرسة ابتدائية، فمن شاركت معارض فشافت معرض فشاف أحد الفنانين الكبار اسمه هادي المعلم، فمن شافها وأخذت فيها المركز الأولى على بهذا المعرض، فشافها أستاذ مهدي قال هاي الطفلة أنا راح أتمناها، أتمنى تعليمها، فظل يعلم بها ألوان الرسم، علم على الأكريليك، علم على الزيت، فعلمها الأمور هاي. نعم. بمن تأثرت أزل؟ والله أزل عالمية تأثرت بالفنان دافنشي، وعراق يعني بالعراق خاصة أجواء سليم، فائق حسن، وأستاذ مهدي المعلم. زين، أنت قلت لي رحتوا كان عندكم مهرجان بوزارة الثقافة. نعم. عرضتوا لوحاتها. نعم. بس مسؤول القاعة ما قبل، شكك بها إنه هي هاي مو لوحاتها. احكي لي هذا الموضوع. والله صراحة صار المعرض هو ما عدى علم بها بالمعرض. يعني عدى علم بس ما عدى بان ازل هي هاي الطفله هاي لوحاتها. فمن اجى شاف لوحاتها شاف عمرها فقال مستحيل اكو شيء، ما اصدق. قلت له شنو الشيء اللي صار لك تصدق؟ قال لي جيب ازل وجيب فولدر فارغ، اخذت اسم قدامي يلا ذاك الوقت يلا اصدق. فصحيح ثاني يوم هاي بها الحاله نزل اللوحات كلها نزلها، يعني ما خلاها تعرض. ثاني يوم جبت لوحاتها، جبت الفولدر مالتها، فظلت هي ترسم ازل، فبهذا الوقت يلا صدق بها. نعم. طيب شفنا احنا موهبه ازل، والمفروض انه يكون هناك احتضان، هناك يعني شفنا ان والدها هو من محتضنها، عسى ولعل باستطلاعنا هناك من يحتضن المواهب الصغيره، خاصه ان احنا محتاجين للمستقبل. حاليا احنا عندنا بالحاضر هناك مواهب، لكن محتاجين للمستقبل انه نحتضن من 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 اليوم هذه المواهب. اعتقد انه البيت له دور، وايضا المدرسه لها دور كبير، والمجتمع نفس الوقت ايضا لما يكون هناك مهرجان او معرض تشارك به مثل هكذا فنانه يتم احتضانها وتسليط الضوء عليها.